أمها تخلط اللبن المقدس اللي بتجيبه من الكنيسة في ماء الشرب، ممكن كده يضرني؟ يعني أنت لا تعرف، لا تعرف يا سارة، ما في ماء مقدس، ما في ماء مقدس، بارك الله فيك، ارمي كل هذا ما له قيمة. عندنا ماء زمزم أفضل، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أنزلنا من السماء ماء مباركا، والنيل والفرات كما قال الرسول، النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة، نهران ظاهران ونهران باطنان. ف ماء مقدس، ما أدري ما الذي قدسه، ما الذي قدسه وما الذي جعله مقدسا. ماء نازل من السماء، ماء مبارك، من تقول ماء جاي من الكنيسة ماء مقدس، ما أدري كيف قدس.